ذكريات محمد أحمد يعقوب تقدم في الحافلة القلق. وفي الحافلة القلق زعزع جميع ركاب زعلانين عشان مرة نازلة لابسة نقابة. يشتدوا في الكلام ناس فاقدة دين صوابة والباقين سكوت ما في زول بيرجع إجابة. وحليل زمن الرجال حليل رجال شبابة كتير ولد السجم وكم زي راجل التابة. لا مسك القلم لا جر ليه كتابة جملة زول بليد ما ظن يسوي عرابة. ويا ود الحلال أحسن لسانك صينه ما تعاكس الحريم الحر بموت في عوينه. الزول البليد بيد وبيطبز عينه والجاهل بقول أحسن سكات وبزينه وانطم وترزع زيك وزي كرتونة. سكاتك ستر ليك والله خجلتونا زيكما الرخاص والله ما بعجبونا يدايرين عفاف حتى العباية بدونا. وعفاف الحر في نقابة وحجاب عباية وعفاف الرخيص لبس خليع للغاية. كم ضاع حريم من دون دليل وهداية ضيع عن الحجاب بل عد لبس جناية. والمرء بالحجاب والله زاهية وباهية تحقق تقوى وإيمان عفة غير متناهية. في القرآن تبرج قبل لا الناهية فكيف تتبرج وكيف تبقي ناسية ولاهية. ويا أخوانا الرجال كلام نصيحة بقوله في حرب التصوف لام نمشي ويزولوا. الجاهل دحين شين فايدة في زي طوله إن كان عرضه تحت الشيخ تبوس في رجوله. والحق يا أهل عارفين حار بالمرة والحق داي الرجال بيصبر ويلوك المرة. الحق لأهل التصوف كالعذاب وأمر كل ما صوفي هوي أنا منه دوم بتبر. الحق لأهل التصوف كالعذاب وأمر كل ما صوفي هوي أنا منه دوم بتبرّ.